إكرام، امبارح كانت ذكرى ثالثة لرحيل واحد من عظام السينما المصرية، واحد من اللي أثروا السينما مش بس المصرية الحقيقة والعربية كمان بالعديد من الأعمال المهمة واللي بتعتبر علامات فارقة في تاريخ السينما. وصلت عدد أعماله لحوالي 237 عمل فني ما بين الأعمال السينمائية والدرامية وأيضا الأعمال التاريخية. طبعا بنتكلم عن النجم الكبير الراحل نور الشريف. معايا في الاستوديو النهاردة مشرفني الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي. هنتكلم عن أبرز محطات الفنية في حياة نور الشريف، أهم الأعمال السينمائية، وهنتكلم عن أسرار كتير قوي في حياة نور الشريف. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم الأستاذ طارق الشناوي. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. يعني طبعا واحنا بنتكلم في الذكرى الثالثه لرحيل نور الشريف بنفتكر اعمال فنيه كتير قوي مؤثره ما زلنا بنتفرج عليها، وكل ما بنتفرج بتستوقفنا مشاهد بتعتبر يعني مشاهد رئيسيه في حياه نور الشريف. لكن قبل ما نتكلم عن اعماله عايزه اتكلم عن النجوم اللي كانوا موجودين او اللي من نفس جيله، اللي كانوا موجودين في نفس جيل نور الشريف، نجوم كتير قوي كلهم ليهم أعمال مميزة ومهمة، لكن في وسط كل النجوم دول برضو قدر نور الشريف إن هو يتميز ويتألق ويلمع. إيه السمات اللي شايفها صنعت نجومية نور الشريف؟ ده سؤال كويس جدا. يعني إحنا عادة لما بنقيم جيل في عادل إمام ومحمود ياسين وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز فاروق الفيشاوي، أسماء كثيرة جدا، أنا بتكلم طبعا على الرجال، بنبص طيب مين أكتر نجم خد أعلى أجر؟ ما بيبقاش نور، بيبقى عادل. كويس؟ مين أكتر نجم له غزارة في السينما؟ خلينا نتكلم عن السينما سينمائيا، هتلاقي محمود ياسين كعدد كل ده بتكلم. الأفلام. طيب مين أكتر موهبة؟ ما أنت عندك في حاجات محددات رقمية بتتحل، يعني ما نقدرش نختلف عليها. أعلى أجر، أخضر، بالأرقام بتتحسب، برافو عليك، مفيش فيها رأي. الموهبة، هقولك نور أجاب على هذا السؤال إزاي. سألته أنا وغيري أكيد على أحمد زكي، فقال إذا كنت أنا أساوي 7/10 كممثل، أحمد بيساوي 10/10. فيما معناها الموهبة بتروح ناحية أحمد زكي. أحمد زكي. طب إيه نور بقى؟ نور كان العنوان لهذا الجيل، بمعنى ان نور فضل بقوة حتى اللحظة الأخيرة موجود وبطل. كويس؟ يعني أمير رمسيس عمل له القاهرة، هنا القاهرة. كويس؟ في آخر أيامه وهو مريض وعنده مشكلة كلنا عارفينها، لعب دور قدر يخليك انت كمتلقي تفصل. هو شخصية مريض برضو، يعني عنده بس بالزهايمر مش بالكانسر، بس قدر يكسر التعاطف المبدئي مع المريض. انت عارف ان نور مريض، وخلاك تبص على الشخصية الدرامية. هنا بنتكلم على ممثل وايضا على مخرج. هنا العقل، عشان كده دايما اقول نور الشريف ليه العنوان، عنوان الجيل كله نور الشريف، لأنه عقل يدير موهبة. عقل، يعني تقصد اختياراته هي كانت السر في نجوميته، اختياراته بما فيها الأفلام اللي احنا بنطلق عليها التجارية. حتى دي نور كان فاهم أهميتها. يعني كتير من الممثلين يقولك لا الفيلم لازم عميق، لازم يبقى بيعالج قضية. نور كان الجزء بقى اللي هو العقلي كان يخليه يتجاوز، يقول لك لا انا اعمل بحث عن سيد مرزوق، ده بتاع الوداع عبد السيد، وربما ما يبقاش الفيلم فعلا انا شفته طبعا مع الناس وكده ما يعملش ده في مطلع التسعينات، يمكن 91 او 92 بالكثير، ما يعملش 92 ما يحققش نجاح تجاري، لكن يتحط في ارشيفي. طيب والنقاد هيقولوا كويس والمهرجانات، بس هل شركات الانتاج يهمها كل الكلام ده؟ لا، فيروح عامل في نفس الوقت لهيب الانتقام. فيلم اكشن تجاري مع الشحات مبروك، وهتلاقي الشحات على الافيش قوي، يعني صورته مع نور لانه كان بيلعبوا بالافيه ده، فيحقق ايرادات تعمل توازن.
فنور دايما ما عندوش توقف، عنده أفكر أنا فين. مثلا موضوع الأجر وموضوع من يأتي من يسبق من، بتعمل مشاكل في الكتابة كتابة الاسم. ياما بنقرأ فلانة قالت لأ اسم الأول فلان. أيوه. نور لأ، نور قال له أنا كنت زمان بسبق عادل إمام على الأفيش، دلوقتي لأ عادل يسبقني. فلما يتقابلوا في عمارة يعقوبيان ما عندوش مشكلة. هل صحيح أنه الزعيم عادل إمام كان السبب في في دخول الفنان نور الشريف للعالم السينما؟ السينما بالذات.